اهلا وسهلا بكم طلاب حبيب في كل مكان في الجمهوريه. يا مساء الخيرات. حاجه حلوه حصلت فرحتني الفتره اللي فاتت، يعني كان لها صدى كبير قوي الفتره اللي فاتت، فانا قررت اطلع اكلم بعض الناس اللي وصلوا لي واشكرهم على يعني في فيديو كده قدام كل الناس. ايه اللي حصل يا جيو؟ بفضل ربنا الحمد لله انا يعني مخرج يعني من ثانويه عامه كذا جيل، يعني السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. ففي بعض الطلاب على مستوى الجمهوريه كانوا نفسهم دخلوا كليات ما عادوش في ثانوي، ركز بقى معايا كده، في كليه ما عادوش في ثانوي دلوقتي، فرحوني قوي ان هم عايزين يتواصلوا مع الجيو، عايزين نشكر الجيو اللي هم ما شافونيش، كانوا محافظات وشايفين الاونلاين بس، عايزين نشكر الجيو على اللي عمله معانا السنين اللي فاتت، لدرجه ان في بنات يعني بنات كانوا عندي طلاب بنتين توأم هنكلمهم دلوقتي يبعتوا لي هدايا لحد بيتي ولحد المحافظه اللي انا فيها وخلوا التيم يوصلها لي. فما شاء الله يعني انا فرحت قوي ان قد ايه التعبي مع طلاب السنين اللي فاتت ما تنساش، قد ايه حب ليهم وقد ايه المعامله والشرح بحب وباحترام وكل ده ما تنساش بعد ثالث ثانوي ومكمل معاهم في الجامعه. انا فرحت جدا ان مجد امام ما كانش مجرد مدرس في الثانويه العامه بس، لا مكمل في ذاكره الناس في الجامعه، مكمل في تفكير الناس في الجامعه، حبي مكمل في قلوب طلابي ما شاء الله حتى في الجامعه. قالوا لي شكرا يا جو على حاجات كتير جدا، واكتر حاجه فرحتني بحمد ربنا عليها، يعني هي كانت فضل من عند ربنا ان انت فتنا في حياتنا. يعني انا كان في مكالمه مع بنوته من شويه كانت بتقول لي ايه، تقول لي شكرا يا جيو، دخلت جامعه ودخلت طب دلوقتي والله العظيم، كانت بتقول لي شكرا يا جيو انت حضرتك فتنا مش بس في الماده العلميه، انت فتنا يعني في الدنيا ونصايح في الدنيا ونصايح في الدين ونصايح في كل حاجه ونصايح في شخصيتنا ونصايح في حياتنا وتفكيرنا. انا مبسوط جدا. المهم عشان ما اطولش، بعض الناس دي انا مش قادر اكلم كل الناس الحقيقه اللي تواصلوا معايا الفتره اللي فاتت من طلاب الجامعه، ولكن في ناس بعتت لي هدايا وصلت لحد عندي، انا قررت ان مش التيم اللي اشكرهم، ان انا اشكرهم بنفسي قدام كل الناس. فانا هكلمهم دلوقتي قدامكم، تعالوا نشوف الناس دي منين وهم مين وبعتوا لي ايه ووصل امتى وكل الكلام ده، وكمان اشكرهم قدامكم كلكم. يلا بينا. انا ممكن اعمل فيهم مقلب قبل ما يردوا عليها، اعمل فيهم مقلب اوكي، فهنشوف بقى يعرفوا من صوت ولا. الو بركات. هدير. ازيك الاخبار؟ انت جالك اعاره بره مصر تكملي جامعتك بره مصر، هل هيبقى مناسب معاكي؟ انت ليك اخت اسمها اروى تقريبا معايا، ما هو احنا ظهر اسمك انت واختك في اعاره بره مصر، فانتوا حابين تكملوا في مصر ولا بره مصر؟ انا مش فاهمه بس ايه التفاصيل، مش فاهمه. ما هو التفاصيل دي مفاجاه، يعني احنا اوريدي هنعملها مفاجاه، بس انا يعني احنا الاول المبدا، من حيث المبدا نفسه، نكمل دراسه في مصر ولا بره مصر؟ علقتني قدنا هنفخك. اخبار حضرتك ايه؟ مين؟ بجد مش مصدق نفسي. اوريدي اصلا اوريدي اصلا انا انت كنت معلقاني من شويه. يعني انا ما سمعتش اللي فات. انا اسفه جدا. حضرتك الحمد لله والله. طب انت عرفتيني من ايه؟ عرفتيني منين؟ صوتي مش باين. لا الصوت الصوت باين جدا. فضحني في كل حته. صوتي وضحكني وضحكتي فاضحني يا هدير والله. اخبارك ايه؟ تمام والله بخير. طول حضرتك بخير. لا لا انا مبسوط جدا منكم على فكره. اروى اختك فين صحيح، معاكي ولا مش معاكي؟ يا لسه هي دلوقتي جنبي. طيب هي بتفتح الباب وحضرتك بتتكلم. ما انا كنت برن عليها فهي ما ردتش، فقلت ارن عليك، هخلص معاكي واكلمها دلوقتي، دورها جاي، قول لها دورك جاي. طيب مش مصدقه نفسي حقيقي بجد. تسلمي تسلمي، ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. انا اللي مش مصدق جمالكم وجمال روحكم، انتوا اخواتي الصغيرين وطلابي، انت واختك لما بعتوا لي الهدايا دلوقتي بعد الثانويه، عارفه انا قلت ايه وانتوا في الجامعه كمان؟ قلت والله ما شاء الله الطلاب دي بيتمر فيها، العيال دي تمر فيها. مصدق حضرتك ان الهدايا دي انا موجوده عندي انا اقرا بقى لها سنه بجد. بقى لها احنا بدانا مع حضرتك متاخر شويه، حضرتك بدات تقريبا بدانا من اخر الثمان بدات خلاص اول ما خدنا اتفقنا ان احنا هنجيب هديه، ربنا يسعدكم. كنا ندور ونشوف هنعمل ايه. طب بصي احنا هنديها للجيو لما يجي اسيوط باذن الله. للاسف ما لحقناش الحجز بتاع اسيوط، ما قدرناش ننزل. لا طب بصي بعد الامتحانات نكون فوقنا بقى ونقابل الجيو واحنا مبسوطين بنتيجتنا وبتاع. يعني الهدايا دي عندكم اللي انتوا بعتوها لي دي عندكم من سنه. والله والله اصيله اصيله يا هادير انت وارو، والله اصيل يعني ما شاء الله، يعني ناس اصيله والله. طيب انا اتبسطت جدا. التيم بتاع حضرتك ما رضيش يقولوا لي العدد بتاعهم كام، طلعت ان مجهزين لهم حاجات كتير بس ما قالوش العدد، فانا ما رضيتش ازود عليهم بصراحه. لا لا تسلمي تسلمي، ده كفايه والله كفايه ان انتوا يعني ناس ما شاء الله حتى في الجامعه مفتكرين مدرسينكم وعايزين تبعتوا لهم هدايا فرحانين بيهم، فرحتوني والله يعني ما شاء الله. من اكثر الناس اللي كنت مؤثره جدا
معانا السنه دي جدا بجد. الله يبارك. انا مش منصه زي بتاعت حضرتك ولا تعامل التيم بتاع حضرتك. انا كنت باخد مقفوله بالحتت منصات طبعا. فلا مش منصه زي دي بصراحه. الله يبارك. لما بقول لك كنت بختار المحاضره كان تقريبا ده الثاني فيها كان درس البحيرات وكده تقريبا. فجأة ببص على المذكره بقلب حسيت بخضه اللي هو الدرس صعب. سمعت حضرتك حضرتك قدامي بتقول الجزمه اللي برباط اللي بيدور في المحاضره وخاف من الدرس. انا والله تحسه هو شايفني ولا ايه؟ عارفه حاسس بينا؟ وبص في الاوضه دلوقتي فين الكاميرات المحطوطه؟ فين الكاميرات؟ براقبنا براقبنا. وعلى فكره برضه مش عارف بقول لاروى انت سمعت اللي اتقال؟ طب ازاي جات؟ ازاي بيقول عارف اللي هو ازاي حاسس بينا احنا بنقلب في المذكره وحاسين الدرس صعب؟ عشان تعرفوا بس ان ماجد امام مش مجرد مدرس. ماجد امام حاسس بيك. حاسس بيا؟ حاسس بيك ربنا. ماجد امام قايل لك السنتر في البيت. انا دلوقتي انا وانا دخلت المعهد العالي لدرجات الصندوقيه السياحيه فلما بشوف الدكاتره بقول يا فين مستر ماجد امام فين؟ ربنا يوفقك ويسعدك. لا فرحتوني والله بهداياكم الجميله دي والله فرحتوني يعني ما شاء الله عليكم. تسلموني تسلموني يا هدير يا رب. ربنا يخلي حضرتك. انتوا الاثنين توأم صح؟ انتوا الاثنين توأم. مين اكبر من مين؟ انا فاهم يا جزمه برباط ان انتوا اكيد توأم مع بعض بس مين يعني مين قبل مين بدايه حد؟ اروى. اديني بقى اديني بقى يعني اروى الكبيره نكلم اديني حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام اروى ازيك؟ استاذنا ومعلمنا الفاضل اخونا الكبير ما نقدرش نقول بابانا لان حضرتك لسه صغير. اخ منك انت اخ. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. ايه الكلام الجميل ده والهدايا الجميله والدخله الجميله دي؟ والله انا اللي والله فرحان بيكوا جدا. تحب تجيب هديه لمهندس جيولوجي يبقى لازم تعرف تجيب ايه. لا انتوا جايبين انا جايبين حاجات تمام. انتوا جايبين كوارتز اللي هو الامسيست البنفسجي وجايبين سبحه كوارتز وعجل واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا وترابيزات بلياردو وبينج. انتوا ما شاء الله اقسم بالله يعني ما شاء الله. اتاكدي ان الكوارتز ده اصلا مش مضروب. وكوارتز نقي احنا دارسين على فكره نعرف ازاي اذا كان ده مش نقي ولا مش نقي. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا متقسين جيولوجيا انتم. ما شاء الله عليكم والله. الواحد بس بيتمنى الله يبارك لك يا رب. الله يبارك لكم والله يا حبايبي كلكم. طب انتوا بقى انتوا بما انكم في ثانوي بقى خلاص ثانوي ودخلتوا الجامعه حياه الثانويه العامه احسن ولا حياه الجامعه بغض النظر عن التفاصيل بس عموما؟ لا صراحه حياه الجامعه حياه الجامعه يعني احسن بقى من الثانويه في ايه؟ احسن من الثانويه ان ما فيهاش لود وما فيهاش ضغط. تمام حلو حلو قوي. انا بس عايز افهم حاجه معينه يعني الجامعه ما فيهاش لود وما فيهاش ضغط فعشان كده احسن شويه. طب من حيث المواد بقى والكميه المواد وكميه المعلومات اكتر طبعا من حيث المواد ومن حيث نظام الدكاتره هي صعبه. يعني الثانويه احسن. الضغط اللي انت خلاص انت عرفت دخلت ايه انت عرفت ربنا حطك فين انت لسه مش هتقعد سنه كامله تذاكر في مواد وشايل هم انك ما تفرحش اهلك او الكلام ده. انت خلاص عرفت دخلت ايه. طب حلو قوي. يعني اللي انا فاهمه منك ان انت عايز تقولي ان حياه الجامعه احسن شويه عشان ما فيهاش لود وستريس بس الثانويه برضو اسهل في المذاكره تتذاكر عادي مش صعبه يعني عشان اخواتكم مثلا ممكن انت عندك مصادر تذاكر منها. يعني احنا دلوقتي في المعهد اللي هو ايه ايوه تمام الدكاتره بيشرحوا كويس بس هيقول لك ايه هترجعي وهتتحكي مع نفسك. انا بديكي عناوين ترجعي تتحدي وتدوري مع نفسك وتيجي تقولي لي انت وصلتي لايه. تسلموا لا ربنا يوفقكم. طب كويس كويس. بما ان بقى المكالمه دي انتوا كنتوا متوقعين انها هتحصل ولا لا؟ انا كنت متوقعه جدا جدا بصراحه. من بعد ما كلمتوا التيم والهدايا وصلت طب فين الجي وعايزين نطمن عليه كانوا بيقولوا لي والله عايزين نكلمه. احنا عايزين الجي يا جماعه عايزين نكلم الجي. لا لا فوق راس الله بس باذن الله السنه دي لما حضرتك تنزل احنا هنكون
هنكون اول ناس. لا فرص. انا عايز اقول لك اصلا انتوا اتشهرتوا خلاص اصلا. انا حبيت بقى ايه، حبيت اصلا يعني اشكركم قدام كل الناس واشكركم على الهديه وكلامكم الحلو ده، وان انتوا لسه فاكريني في الجامعه كمان. فصورت اصلا المكالمه دي، يعني المكالمه دي بتصور فيديو دلوقتي، فانتوا خلاص بقيتوا اتشهرتوا بقى. فلو عايزين نذيع قول ذيع. لا ذيع كده كده معظم اصحابي عارفه مين اروى وهدي التوأم. يلا على خيرة الله. اسيوط اصلا عارفه، اسيوط كلها عارفه مين اروى وهدي التوأم. رب احنا متفقين جامد جامد يعني. ربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم ويسعدكم. انا حبيت والله ابعت لنا ان احنا كلمنا حضرتك، وان احنا في يوم من الايام كنا بنتكلم حضرتك، ده كان حلم بالنسبه لنا. لو احنا في يوم مثلا ممكن هنقدر نكلمه، ممكن هنشوفه كده فيس تو فيس، مش هيكون ورا شاشات والكلام ده. حقيقي اسعدت قلوبنا. الله يبارك لك. لا لا الله يبارك لكم والله، والله الله يبارك لك يا اروى انت وهدي، ربنا يوفقكم ويسعدكم. انتوا والله اللي تستاهلوا كل خير، ويعني باخد بوزيتيف انرجي منكم اصلا ان انا اكمل بقوه كمان مع طلابي. طول ما فينا زيكم كده ما شاء الله بينسوش مدرسينهم وبيحبوهم وبيفتكروا كل دعم حصل منهم، وبيفتكروا كل كلمه حلوه من مدرسين ليكم. يعني ناس كده اصيله والله العظيم. لا احنا لازم كمدرسين نجيب اكتر لعن ما عندنا، ونكون دايما جنبكم في الماده العلميه وفي الموتيفيت والتحفيز وكل حاجه. تستاهلوا كل خير وانا فرحان بيكم والله. وياكم يا رب يا استاذي الفاضل والله. يعني تسلم. قليله كانت ومش مقامكم. الله يبارك لك. تسلمي تسلمي. اي كلمه اتقالت هي حقيقه، يعني مش مجامله. الله يبارك لك، ربنا يوفقك ويسعدك. انا مبسوط جدا. تسلمي 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 يا هادي. تسلمي يا اروى. سلمي كتير على بهادير بقى، وانتوا الاثنين اهوت ربنا ييسر اموركم ويسعد لكم. حقق احلامكم اللي جايه، في احلام بعد الثانويه اكيد. حقق احلامكم ويفرج همومكم ويسر اموركم كمان. قولي امين بقى. اللهم امين. اللهم امين. اشوفكم على خير. يلا ماشي يا اروى، مع السلامه.